خطأ أو عمد، مهما كان السبب فالنتيجة واحدة، ثروة غبية احترقت بما فيها ليصبح النبات والحيوان جزءاً من ماض في غابات كانت تنبض حياة بثروتها الحيوانية. 4 أيام ولازالت تحصي خامسها أو ربما حتى سادسها. مئات الهكتارات بتيزي وزو، البويرة وجزء من الأطلس البوليدي تعيش عذاباً ضحيته حيوانات نادرة لقردة وطيور وغيرها. تفحمت ولم يبق من ملامحها سوى وجوه تتألم، ومن نجت هربت لوجهة آمنة. الغابة هذه فيها نباتات وحيوانات، راح يتوشاو يقدر يكون في حريق تاع الحيوانات، يقدروا كما يقول هروب تاعهم يروحوا لجهة أخرى، راه يهاجروا نحو منطقة أخرى، ماشي شرط اللي يحيتوش، لأن الحيوانات كما يقول لك متحركة تهرب، غير يكون لانسوندي تهرب لجهة تهاجر لجهة أخرى. صورة لأنثى طائر علقت بالأذهان، غريزة الأمومة فيها جعلتها تتحمل ألسنة اللهب لتموت هي ويحيى صغارها. من المتسبب بجرم لا يغتفر؟ أتى بفعلته على ثروة حيوانية فقدانها لا يعوض في بيئة متوسطية تضم أندر الحيوانات. أهم الحيوانات اللي تعيش في الغابات تاع البحر الأبيض المتوسط كما نعرفوا في الجهة الشمالية، عندنا لوسانج ماغو، القرد الماغو، عندنا الشاكال، عندنا لولانكس، عندنا هذاك الذئب كما يقولوا الذئب البري الشاكال هذاك، عندنا اللانكس، عندنا القنفذ، بالإضافة إلى الطيور كالحجر اللي نعرفهم حنايا. ثلة من قردة وجدت الحماية في جموعها، لربما يستمدون القوة وهم يعلمون أن ألسنة اللهب لا ترحم. فرفقا يا بشر بحيوان لا حول ولا قوة له.